السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زد. اليوم الحصه تاعنا وين شاهدنا وين بدايه وصول الوفود المشاركه في الالعاب الرياضيه العربيه 2023 على مستوى المطار الدولي احمد بن بلة، حيث تم استقبال يعني نقولوا استقبال الرياضيين المغاربه من طرف السلطه المحليه للولايه وهران. شاهدنا كيفاش ناس وين شاهدنا دائما يعني وين واحد مصري يعني قناه مصريه شاهد ويجب عدم السكوت المغاربه على منا والاستقبال. يا ودينا لو الشيطان بركاو من هذه الفتنه، يا نقولها لكم انتم، كاين بعض الاخوه المصريين كاين على بالك بلي راكم عايشين بين الجزائر والمغرب، يعني واحد الـ واحد الـ واحد العقليه راكم دايرينها. يا ودي خلوا الشعب الشعب متهم مع الشعب والشعب منا، ما كان والو خويا. انتم راكم داخلين باغيين فتنه، ما تتهضروا على بالك اكبر ناس تاع فتنه هذو المصريين هذو، يديروا فتنه داخلين يتكلموا، يعني كاين اللي يتكلم في بلاصه الجزائري وكاين اللي راه يتكلم في بلاصه المغاربه. كاين اللي راه قاضبه مع الجزائريين يعايروا المغاربه، وكاين اللي قاضبه مع المغاربه يعايروا الجزائريين، والناس تشوف. انتم سبحان الله مغري هو لا وراه، يعني غادي تشوفوها ان شاء الله بربي في الفيديو كيفاش تونس. انا والله لا نسيت على بالك بلي نسيت بلي هذه الالعاب الالعاب العربيه وفيها، انا كنت حاسب بلي تاع الخليج برك راهم دايرينها هنايا. ماكش هي صدت انايا هذا جاي، قلت والله لا شد هذه شتا كاين فانيك. شاهدوا عدم السكوت السلطه المملكه المغربيه على استقبال بعدم يعني بالاهانه في الاستقبال. ما كان لا اهانه لا والو عمي، ركوم الكلب تاعكم الله يرحم الشوابين. شو هذه 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 اهانه. ها شو السلطه تاعنا وين، شوف شوفوا شو السلطه درك نوريو لكم. شو هاي لوين مغاربه، ها مغاربه يعني لقاو مليح. هاي لوين راهي يعني رد، هاي لوين راهي هاك تشوف، هاك تشوف هاي لوين راهي. ها هو لا سفير تاع المغرب وين نلقاهم، هاي لوين راهي نورمال عادي. هاك تشوف خويا الناس لقاو كلش يعني مكان تاع اشكال. ها هو لا وراه يعني تاع رائد بلديه السلطه المحليه المغرب الجزائريه في وهران، يعني لقاو الوفد يعني احسن استقبال، احسن استقبال. هيا لا وراهي انتوما ما فهمناش اولا. هما لا وراهم نورمال عادي، لقاوهم داخلين يعني في بلادهم نورمال مكان تاع اشكال. هيا لا وراهي هما لا وراهم يعني عادي مكان تاع اشكال خويا. هاليك وين راهم بالركسة ومنا والغنا هم ولا وين راهم، ها عادي ها هاي ولا عادي عادي راك نزيدو نشوفو هم ولا وين راهم يركسو معاهم ويلاخرو معاهم نورمال يسبقو معاهم. يا خويا السي المصري بعدونا لا بغيتو ربي، حنا كاين صلة رحم بينا وبين المغاربة، ما تدخلوش روحكم برحمة الوالدين والله العظيم. ها ولا وين يركسو معاهم، هاليك ركسة معاهم نورمال عادي. يا ودي بعدونا لا بغيتو ربي، هاهما لا وراهم هاهما لا وراهم نورمال. يا الله لا عيب عليكم، أبصر و حشموه حشموه اللي هو راهم يرقصو معاهم نورمال، يعني مكان حتى إشكال والله مكان حتى إشكال خويا. وعاد كتب لي قال لي شوبي جاو دارو الروبا ولا سقسي يعني نتاعنا، سقسي على بالهم لا داروا الروبو ولا ما داروش الروبو خويا. هذه سقسي اعلام تاعنا. انا نقول مرحبا بكل اخواننا العرب. والله العظيم حنا مرحبا بكل اخواننا العرب. ما غادي كيما نقولوا حنا ما غادي نديروا، ما غادي نتكلموا على تاع حاجه خويا والله العظيم. والله العظيم والله لا بزاف عليكم اصاحبي.
يا خويا ساعدني ساعفونا على بالك كاين صله رحم بيننا وبين المغاربه. والله العظيم لا راكم داخلين راكم تدخلوا في حيط نورمال. انا نقولها لك كل واحد الهاو في روحكم برحمه الوالدين. الهاو الهاو في روحكم الهاو. والله ساعفوني الهاو في روحكم هاو جايين. يعني نقولها لكم ونعاود ترحيب خاص بالأشقاء المغاربة في الجزائر. البعثة الرياضية المغربية مرحب بكم ونتمنى لكم حظ موفق في الألعاب الرياضية العربية. أنتم في بلد رجال الجزائر تتسع للجميع. هذه اللي نقولها لكم مرحبا بكم. يعني مشي شارت عرفتوا كيفاش وين الناس يلعبوا يلعبوا على يلعبوا يحوسوا بكل طرق. شو كيفاش حوسوا بكل طرق على بالك. الله والله لا بزاف عليكم اصاحبي. راك انت يا راك انت يا جاي هذا مصري خلعني على بالك. شهد عدم استقبال عدم منا إهانة ولازم عدم السكوت على ها ودي وين السكوت تاعك وعدم السكوت هذه راك تهدر عليها صح. عدم السكوت والإهانة واي 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 وين راكم رايحين؟ محسوب عادي تكذبوا عادي محسوب قاعدين تكذبوا عادي محسوب يعني عادي كذب نورمال ما جاش كذبة ما جات في الكذب ما جات في الكذب صاحبي والله ما جات كذب. يروح خدم مثلا وحده تكلم حاجه مليحه هذه هي وربي يهديكم وربي والله ربي يهديكم برك. هذا اللي نقولها لكم هذه اللي نقولها لكم وربي والله ربي يهديكم. كي تشوف انت يا الناس كيفاش تهدر يعني وتشوف تشوف كيفاش يعني الفتنه اللي يبغوا يديروها. لا اله الا الله محمد رسول الله. والله العظيم يعني مي تشوف الناس كيفاش فتنه يبغوا يديروها يضربوك هذا على بالك بلي نسي. والله لا نسي مشي هكا على بالي بلي كاين وكلش على بالي على بالي بلي كاين ال على بالنا بلي كاين بصح استعلام نسيتها نسيتها والله لا نسيتها. شتاني هذا مصري شاهد منا إهانة وعدم السكوت. شتو ما كيهضرو عندهم واحد الفامو ما كاين تحلو يدور في فمو وياكل في روحو والناس بلا ما تشوف طايحة على رسانهم يعايرو واحد بعد ينوضو فتنة. أم صار يديهم المغاربة يديهم النيب على ولادهم الجزائريين يديهم داخل يشوفو غيشوف كيما هاكا هذا مكان قاعدين يشوفوا يدير فتنه ويقعد يشوف. والله ما على بال وقع بها هذه يا خويا. ربي يهديكم والله ربي يهديكم برك. هذا مكان المواقع هذو لي مواقع على بالك اللي مستفاد منهم مستفادين منهم الجور وعلاه مستفادين خاطش علاه حنايا لو كان هذا اللي دار هاد المواقع التواصل هادو اللي دارهم لو كان صاب تنفع العرب والله ما يديرها والله ما يعطيك حتى 10%. بصح مي صاب ما تنفعش العرب حتى نقولوا بلي 5% ما تنفعهمش عاطيك 95% هو داي 5% يستفاد منها على داي الصح كوميرس الشركات البيع الشراء وكلش. وانت انتوما مخليينك مخليين مخليين واحد كيما هذا يخرج يعاير يدير منا علاه أودي يا حرام يا حرام حرام والله لا حرام هذه يا حرام عليكم هذه اللي نقولها لكم.
بزاف. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو باش دائما معاكم نكونوا بجديد. وما تنساوش يعني كليمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتو.